الاسم ديالي عبد الله، وسكنا كنسكن في الهراويين، ومسقط الراس درب سلطان الفيلة. المشكل ديالي اختي ما خدامش، كنبيع بيه مواتو وكوار روات، كنصور 30 درهم 40 حتى 50 درهم يلاه كنعطيها للدراري، ما كافيانيش. والمشكل اختي كنمشي ل عندك الوليدات؟ عندي 7. والمشكل كنمشي للسبيطار، قارتني اختي واحد الطبيبه فين ما كنمشي قالت لي انت بريتي، وانا اللي عندي فقر الدم وعندي السل. والمشكله اختي قهرتني كل مره كتقول لي سير جيب لنا سميتها، سمعت كيقولها البلاكا جيب لي هادي، قهرتني اختي وما كنقدش نزيد، ما عندي لا ترونسبو لا والو، صافي ريحت الارض. ودابا فين فيك هذا المرض هذا؟ دابا اختي من 2007 وانت كتعاني فيه؟ وانا كنعاني فيه، كنت بيه خير ماشي. ودابا المشكل ما باغيتي حاجه، بغيت اختي الناس في السبيطار شي محسن ولادي الله يجازيه بخير، لا ما كيقدنيش اختي. الدراري راه يلا كناخذ واحد صنداله كينوض ليا الاخر، كيقول لك والو بابا تيلا خصني صنداله، كنعسل لادي نوض الاخر تيلا كيقول لك انا باغا نعسل. والله العظيم بالليل اللحم اختي والله ما كناخذو لي معايا سيمانه. عندي مشكل اختي مشكل، دابا انا مريض مهلوك ولا ريحت كتبان فيا، خصني ضروري نخرج نجيب لهم المعيش ديالهم، حيت ما كاينش اللي معاوني الا الله سبحانه وتعالى. صافي الناس المحسنين هما اللي معاونين اختي، حتى من 400 متر كنشد عليها ترونسبور باش كنمشي لها، حيت ما كنقدش نزيد، هذا هو المشكل. علاش ما كتقدش تزيد؟ كنسخف، كنحس بالقلب ديالي باغي يسكت اختي، اكيد ليا السخفه بزاف. ودابا المشكل كيقول لي الناس الناس في السبيطار راه غتعود بخير وعلى خير. دابا كانوا كيعطوني الدواء ديال اللي مخرج لنا سيدنا، ساعه بساتو عليا اختي ما بقاش مساعداني. كندير بلايك وهادي، حيت انا كنت ملي كنبدا نشرب فيه ما كنمشي معطل بالسيمانه، ولا هادي على الرونديفو اللي عطياني كتبدا تميردي فيا، وكتبدا ولات كتخرج ليا على الضد اللي دارت معايا، ولات كتخرج ليا الدواء من الصيدليه 20,000 فرانك 25 حتى 30,000 فرانك، وانا ما عنديش. كنقول اللهم نسامع براسي يلقاو الدراري ما ياكلوا اختي ولا نتجوعهم ولا. المشكل كاع الدراري كلهم كيقراو. دابا انا كانت معاوناني واحد الدريه خدامه، والدريه حتى هي خرجت كرات. دابا المشكل بقيت بوحدي، ودابا كنطلب من الله والمحسنين وسيدنا، انا باغي نعس في السبيطار، ما باغي منهم حتى شي حاجه، باغي نعس في السبيطار يعتنيو بيا، ما غنطلب لا هذا لا حتى واحد، غنطلب الله سبحانه وتعالى وشي محسن يساعدني باش نعس في السبيطار. الله يجازيكم بخير، انا راه ولد البلاد، ووالدينا راه كانوا في المقاومة ومشاو وراق مشاو كلشي. دابا انا ولد البلاد والزياد درب سلطان الفيدا، كنطلب من المحسنين ومن الله سبحانه وتعالى، انا باغي يساعدوني، باغي الناس في السبيطار باش ما يضيعوش ليا الدراري. وتلا جات الموت ولادي مرحبا بها، المهم الدراري ما يضيعوش، كيقراو وهادي، بغيت ما بغيتهمش يتكرفصوا، باقي الصغار. الطلب ديالي ان بغيت شي واحد يساعدني، قال لك رحم ما في الارض يرحمك ما في السماء، شي محسن الله يجازيه بخير يساعدني باش نعس في السبيطار، ما بغيت منه والو الا باغي نعس في السبيطار. الله يجازيكم بخير، هذيك 600 ولا 400 ولا 800 ولا 1000 ريال كافياني مع الوليدات، انا بغيت الناس اللي وقفوا معايا الناس في السبيطار.